يا هلا والله بالحبايب، معاك احمد ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده باذن الله جايب لكم تطبيق لتنفيذ العروض، تطبيق جبار جدا في شركه فايفر وشركه اجوي وشركات كتيره جدا. فانا متاكد بنسبه كبيره انك هتحقق ارباح ممتازه جدا من التطبيق ده. والجميل في الموضوع ان الحد الادنى للسحب من التطبيق 10 سنت فقط عن طريق حسابك في البير، فالكل هيقدر يسحب بدون اي مشاكل من تطبيق النهارده. ففضلا منك كل يا سمره صديقي انك تدعم الفيديو بلايك وتشجعنا باشتراكك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والله بنبدا الشرح على بركه الله. زي ما حضراتكم شايفين ده التطبيق، باذن الله هسيب لك لينك تحميل التطبيق موجود في وصف الفيديو. طبعا انت اول ما تدخل للتطبيق ده هيقول لك سجل، فهتبدا ان انت تسجل عن طريق حسابك في جوجل او الفيسبوك او تملي البيانات. بعد كده مباشره هيدخلك للواجهه دي. طبعا التطبيق عباره عن لعبه، ولكن انت مش هتستفاد حاجه من اللعبه. خليني اقول لك انت هتستفاد ايه، ولكن بعد ما نشوف وسائل السحب. زي ما انت شايف يا صديقي عندك اول طريقه للسحب اللي هي البير، والحد الادنى للسحب 10 سنت مقابل 100 نقطه فقط. فبصراحه شباب تطبيق ممتاز جدا جدا. وعندك طبعا البيبال حد ادنى 5 دولار، وعندك طبعا بطاقات هدايا زي جوجل بلاي، وعندك شحن العاب زي ببجي وفري فاير، وكمان عملات رقميه زي عمله اللايت كوين. فوسائل سحب محترمه جدا، وعلى فكره السحب فوري او بيصلك في اقل من 24 ساعه من التطبيق الرائع ده. طيب خلينا دلوقتي نضغط على علامه الكاس. لاحظ بقى معايا صديقي شركات العروض. اول شركه معانا هي شركه فايفر، وعندك شركه ادجوي، وعندك شركه بيت لابس، وعندك يومي، وعندك شركه موناليكس، وكمان في اوفر تورو، وفي شركه نوتيك، وفي لو تابلي، وعندك هانج موي ادز، وعندك بلوفش، وعندك شركات كتيره جدا. فبصراحه شباب التطبيق لمم لنا افضل الشركات اللي نقدر نشتغل عليها ونجمع ارباح محترمه جدا جدا. طبعا الشركه دي هي شركه بلاي تايم للمعلومه، عشان انا عارف ان في ناس هتسال على شركة بلاي تايم. طيب ايه يا احمد شروط العمل على التطبيق؟ مبدئيا التطبيق بيسمح بالفي بي ان والبروكسي، ولكن لازم لو هتشتغل بفي بي ان تشتغل مثلا بفي بي ان ميستيريوم، تمام؟ ولو هتشتغل ببروكسي لازم تشتغل ببروكسي قوي عشان العروض تحسب لك بدون اي مشاكل. طيب انا حاليا هجرب معاكم التطبيق بس من غير في بي ان ولا بروكسي، عشان انا بشرح لكم التطبيق مش اكتر. خلينا ندخل على شركه فايفر. طبعا شركه فايفر حساب كل 48 ساعه ليك تعمل حساب كل 48 ساعة. طبعا الكلام مفهوم وواضح جدا. زي ما انت شايف يا صديقي عندك طبعا عدد عروض كبير، وما شاء الله عدد النقاط اللي بتدولك الشركة عدد نقاط محترم جدا. فعلى سبيل المثال لو ضغطنا على العرض ده، العرض ده تقريبا بواحد دولار واربعة وسبعين سنت. مطلوب منك انك تحمل اللعبة دي، هتضغط هنا وتحمل اللعبة عن طريق متجر جوجل بلاي، وانا بقول لك لو وصلت الليفل 1 هتاخد نقطة، ولو وصلت الليفل 10 هتاخد 7 نقاط، وهكذا. عندك الليفل 100 بيديك 1181 نقطة، يعني كل اللي هتكسبه من اللعبة دي تقريبا واحد دولار واربعة وسبعين سنت، تمام كده؟ طيب عندك طبعا عروض كتير تقدر بقى تتصفحها وتشوف العروض المناسبة ليك. خلينا نخرج من شركة فايبر. عندك طبعا الشركة اللي جنبها ديت هي شركة بلاي تايم، خلينا نضغط عليها. زي ما حضراتكم شايفين الشركة ظهر لي عرض واحد، لان طبعا انا داخل من غير ولا في بي ان ولا بروكسي، فظهر لي عرض واحد بيقول لي لو حملت اللعبة ديت ولعبت دقيقة هتحصل على 4 نقاط، يعني كل دقيقة بتساوي 4 نقاط، فدي حاجة ممتازة جدا. خلينا نرجع. طبعا عندك شركة بيت لابس ويومي، عندك شركات كتير، فانا مش محتاج ان انا اجربهم قدامك كلهم. انت طبعا تدخل وتشوف الشركة اللي انت بتحب تشتغل عليها، وتبدأ اللي انت تنفذ العروض، ولما تجمع 100 نقطة تقدر تسحبها مباشرة على حسابك في البير. فلحد كده كنت فيديو النهاردة، بتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو بإذن الله. لينك تحميل التطبيق هسيبه لك موجود في الوصف، جرب التطبيق وقول لي ايه رأيك فيه في التعليقات، واشوفكم بقى في فيديو جديد على قناة احمد علي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.